حرب جي 26، قاذف صاروخي سوفيتي مضاد للدروع، يستعمل لمرة واحدة، يصنع منذ عام 1985، الوزن 2.9 كيلو جرام، العيار 72.5 ملليمتر، السرعة الابتدائية للمقذوف 144 متر بالثانية، المدى المؤثر 250 متر، قادر على اختراق 440 ملليمتر من الدروع المتجانسة، 1000 ملليمتر من الإسمنت المسلح، 1500 ملليمتر من الطوب، 2400 ملليمتر من السواتر الخشبية والترابية.